طيب خلينا بقى نروح كالعادة لجرافيك هذه المباراة. دوري العام المصري موسم 2019-2020، مباريات اليوم: المقاولين العرب بيتعادل إيجابيا في تمام الساعة الثانية والنصف 1-1 مع مصر المقصة. ثاني المباريات: طنطا والزمالك في الأسبوع ال 12، وما زالت النتيجة، أعتقد الشوط الأول انتهى ولا لسه شباب؟ انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي ما بين طنطا والزمالك. إن شاء الله ننتظر بقى الشوط الثاني وماذا سيحدث في الشوط الثاني. ثالث مباريات اليوم الحد 5 يناير 2020، النادي الأهلي سيلاقي نادي مصر في تمام الساعة 7:30 على استاد القاهرة. بقية مباريات الأسبوع ال 12: الثلاث 7 يناير أسوان هيلعب مع الجونة الساعة 2:30، الإنتاج الحربي هيلعب مع المصري الساعة 5، أيضا بيراميدز سيلاقي النادي الإسماعيلي في تمام الساعة 5. مباريات يوم الأربع 8 يناير: طلائع الجيش الساعة 2:30 هيلعب حرس الحدود الأسبوع ال 12، أيضا سموحة سيلاقي وادي دجلة الساعة 5، ونهاية مباريات الأسبوع ال 12: إمبي سيلاقي نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة 7:30. طيب مباريات اليوم إن شاء الله في ملعب الأهلي النهاردة الحد 5 يناير: الأهلي مع نادي مصر. موقف النادي الأهلي في الدوري العام المصري: 9 مباريات، 9 فوز، لا تعادل، لا خسارة، 25 هدف سجلهم النادي الأهلي، استقبلت شباك النادي الأهلي هدف وحيد، 27 نقطة في المركز الأول. نادي مصر لعب 11 مباراة، فاز في 2، تعادل في 5، خسر في 4، سجل 7 أهداف، استقبلت شباكه 12 هدف، 11 نقطة في المركز ال 13. نتيجة المباراة السابقة لنادي مصر: فاز على نادي طنطا بهدفين مقابل هدف، كان ده طبعا كان في الأسبوع ال 11. أما النادي الأهلي بيفوز على مصر المقصة بهدفين مقابل لا شيء أيضا في الأسبوع ال 11. النادي الأهلي أحرز 25 هدف موزعة كالآتي على 90 دقيقة: 3 أهداف من الدقيقة 1 للدقيقة 15، هدفين من الدقيقة 16 للدقيقة 30، هدفين أيضا من الدقيقة 31 للدقيقة 45. مع بداية الشوط الثاني من الدقيقة 46 للدقيقة 60 5 أهداف، ثم من الدقيقة 61 للدقيقة 75 6 أهداف، وفي الربع ساعة الأخيرة 7 أهداف. النادي الأهلي استقبلت شباكه هدف وحيد كان في الربع ساعة قبل الأخيرة من الدقيقة 61 للدقيقة 75، هو ده الهدف الوحيد اللي استقبلته شباك النادي الأهلي. أما توقيتات إحراز النادي مصر لأهدافه: 7 أهداف أحرزها نادي مصر كالآتي: في أول ربع ساعة من الدقيقة 1 للدقيقة 15 لم يحرز أي أهداف، من الدقيقة 16 للدقيقة 30 3 أهداف، من الدقيقة 31 للدقيقة 45 هدف وحيد. أما في الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني هدف وحيد، ثم آخر ربع ساعة هدفين، وبكده يبقوا 7 أهداف. أما ال 12 هدف اللي استقبلتهم شباك نادي مصر موزعة كالآتي: هدفين في أول ربع ساعة، ثم 3 أهداف في تاني ربع ساعة، وثلاث أهداف في آخر ربع ساعة في الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني هدف وحيد، وبعد كده في الربع ساعة قبل الأخيرة هدف وحيد، ومن الدقيقة 76 للدقيقة 90 هدفين. المباراة القادمة للنادي الأهلي إن شاء الله هتبقى يوم 15 يناير، بس ما تنسوش إن احنا إن شاء الله يوم 11 يناير عندنا مباراة النادي الأهلي مع نادي بلاتينيوم هناك في زيمبابوي. المباراة القادمة للنادي الأهلي في الدوري العام المصري هتبقى يوم الأربع 15 يناير في الأسبوع ال 13 في تمام الساعة 7:30، الأهلي سيلاقي نادي طنطا. أما المباراة القادمة لنادي مصر هتبقى يوم السبت 11 يناير، هيلعب مع المقاولين العرب في تمام الساعة 5.
طيب طاقم التحكيم لهذه المباراة، مباراة النادي الأهلي ونادي مصر، حكما للساحة كابتن محمد عادل، حكم مساعد كابتن أحمد حسام طه، أيضا حكم مساعد تاني كابتن رجب محمد، أما الحكم الرابع كابتن شريف حسن.